نعتبر الأطائفة سرية لم تكن ظاهرة للعيان، يعني كانت تمارس في الهامش وفي الخفاء، وارتبطت خاصة الإنسان الأسود الذي يغني إيقاعات خاصة، الغاية منها هو نار الصرع ديال الجن الذي يتسلط على أجساد النساء، وكان يمارس في ارتباط بما يسمى بالعرافة. كانت العرافة يعني اللي كنسموها حنا الشوافة، ولا كيسموها عندنا دابا شو كيسموها بنوا كيسموها لا عندنا لا ماشي كنسموها الطلاعة، كتسمى الطلاعة. إلا كانت عندنا واحد الطلاعة في سويرة كتعقلوا عليها خدوج النحية، هي الطلاعة اللي كانت في سويرة بعد وفاتها ما كاين حتى طلاعة. هادو الجمهور هادي تسموا معنويات ولا كذا. ما الطلاعة الوحيدة اللي كانت هي خدوج النحية، وهي اللي كانت تقام عندها الحضرة والموسم وكدير سبع أيام هي. في الرحالة زي وقت الزلاقة تما كانت، والموسم ديالها كيخرج كتمشي لسيدنا بلال يدو الطور تما والعدروس، واللي كيرجعو كيضربو بيصويرة كلها كيذبحو عندها، ماشي في الزاوية كيما كيدير، لكن كيتذبح عندها هي في الدار. الزاوية كيذبحو فيها العدروس، ولكن العجل كيتذبح عند خدوج النحية في الدار ديالها، وكيجتمعو عندها المعلمية ديال المغرب كله. كتسمى طلاعة لأن نهار الأخر كدير ديك الطبيقة ديالها وفيها المرايات وفيها داك البخور وكذا، في الليل بعد ما كدير ديك الطقوس ديال الحضرة بالجبة اللي كانت كتطعن فيها راسها هي بالخناجر وكذا، في ديك اللحظة ملي كتكون هي كتجذب أي وحدة عندها شي غرض باغية تحقق لها كتلتمس منها البركة في ديك اللحظة وكتحط البركة ديالها في الطبق. نعم الله يرحمها. يعني هذا الطقس ديال الطلاعه ظهر في فاس مع هذه الطائفه قبل ما تسمى بجناوه. كيحكي هذا غنشوفوا هذه الوثيقه ديالو، يقول عندما ذكر الموسيقى البنوية ذكرا عابرا في معرض وصفه لما كانت تحفل به مدينة فاس من مظاهر ثقافية وعادة شعبية، وقد ورد ذلك في الفقرات التي خصصها للحديث عن العرافين الذين صنفهم إلى ثلاثة أصناف، فقال حسن وزان: يتألف الأول ممن يتعاطون خط الرمل، هذو الطلبة اللي كاينين قضيو الغرض قضيو الغرض الرمل، ويضم الثاني الفئة الثانية من العرافين اللي كانوا في مدينة فاس، الثاني أولئك الذين يجعلون الماء في قدر لماع ويرمون فيه قطرة زيت فيصير شفافا، ثم يظهر لهم فيه الشياطين الذين يلبقونهم بما يودون معرفته. ويشمل الصنف الثالث، هذو هما اللي يمكن نقول أن هذه الوثيقة تشير إلى ظهور جنوة في المغرب في الفترة السعدية، نساء يوهمن العامة أنهن يرتبطن بصداقة مع شياطين من أنواع مختلفة، يسمين بعضهم بالشياطين الحمر وبعضهم بالشياطين البيض أو السود، وعندما يطلب منهن أن يتنبأن بشيء من الأشياء يتطيبن بعطور مختلفة الروائح، فيدخل فيهن الشيطان الذي دعوه حسب زعمهن، ويغيرن حينئذ أصواتهن ليوهمن أنه المتكلم بفمهن، لكن الناس الذين يتمتعون بالاستقامة فضلا عن العلم والخبرة يسمون هؤلاء النساء مساحقات، وتطلب كثير من النساء اللواتي ينشرحن بهذه اللعبة من العرافات الدخول في طائفتهن، فيتظاهرن بالمرض ويستدعين إحداهن، وكثيرا ما يقوم الزوج الأبله بهذه المهمة، هناك يعبرن عن رغبتهن للعرافة فتخبر الزوج بأن شيطانا دخل إلى جسم امرأته، وإذا كان حريصا على صحتها فلا بد له من أن يسمح لها بالانتساب إلى طائفة العرافات والعمل معهن بحرية، فيصدق الزوج الغبي ذلك ويقبل، ويزيد من غباوته أنه يصنع وليمة فخمة لجميع العرافات، وبعد تناول الطعام تقوم كل واحدة منهن إلى الرقص
ويحتفلن على أنغام جوق من الزنوج. جوق من الزنوج يعني الأنغام التي كانت تصاحب العرافات كانت مرتبطة بطائفة من الزنوج. ثم يترك الرجل زوجته تذهب إلى المغامرة، لكن هناك من الأزواج من يخرجون الأرواح من أجسام نسائهم بضربات عصي قوية، ومن يتظاهرون بأنهم أيضا أصابهم مس من الشيطان فيخدعون العرافات مثلما خدعنا نساءهم. إحنا ما يهمنا هذا النص كله للحسن والزان، وهو عاش بين الفترة القبطاسية نهاية دولة القبطاسيين وقيام الدولة السعدية، لأن وزارة سوس 918 هجرية والتقى بمحمد القائم بأمر الله مؤسس الدولة السعدية، أنه يذكر بأن في فاس كانت هناك طائفة تسمى بالعرافات، وهذه الطائفة